تتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية على الدكم لتشمل مجموعة من الحزم التجارية والصناعية واللوجستية والسياحية والترفيهية. دورنا بعد الدول من دول العربية ودول الخليج، اخترنا عمان، اخترنا دكم. لماذا اخترتم سلطنة عمان لرؤوس أموالكم؟ عمان دولة آمنة وهادية. يقوم الحوض الجاف حاليا بالقيام بشراكات، طبعا من الشراكات الأساسية والتي قمنا بها هو الاتجاه إلى صيانة السفن الحربية. أن الدقم تصل إلى مصافي المناطق الاقتصادية الخمس على مستوى العالم. إيش الأشياء اللي رايح تكون في الدقم؟ يجب أن يكون سوق السلع والخدمات اللي نستهدفها هو أكبر من عمان. الدكم تشهد نمواً في الحركة السياحية وحركة انتقال أصحاب الأعمال والمستثمرين. السياحة يركز عليها على أساس أنها تكون رافد مساعد للاقتصاد. حكومة عمان عمل منطقة صناعية خاصة فيها سياسات تفضيلية في المنطقة. الحوض الجاف قد وصل إلى نسبة جيدة من التعمير. وقالوا إن الدكم تتحول سريعاً إلى مدينة عصرية.